متابعي الكرام، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من جديد. تاريخ 15/5/2024 كتواجدوا السوق اسبوعي الاربعاء. يمكن تلقاو معنا في هذه الجوله تعرفوا على اسمية رؤوس الاغنام مختلف الانواع ديالها. اللهم بارك حولي مليح، اللهم بارك. عطينو 7000 درهم والسن الرباعي الملاقطه واخر ثمن 8000 درهم 160 درهم باش تقطعو. اللهم بارك. هل تطلب العمر؟ طاو 7000 درهم وقطعو 7000 درهم 160 درهم. درتي السوق كي داير السوق اليوم؟ فيه الغلا. كاين الغلا؟ كاين الغلا. درتي التساليتي مزيان السوق؟ رانا جايين. ها هو واحد المواطن معايا. ها؟ معايا مواطن قالت لي دار السوق وكاين الغلا. كاين الغلا. خلاص لك خير اخويا. خلاص لك خير؟ خلاص لك. 118 كيطلب فيه 118 كيطلب فيه 130 الف ريال 6500 كيف السن اخويا السن؟ السداسي وكيطلع الشمر. هذا الفلار هذا الفلار. اللهم بارك اللهم بارك. اش عطاو فهاد الخير العميم؟ يا 36 دار السنة كيداير؟ السن 2 2 هانتوما اللهم بارك. سنان تني هانتوما اللهم بارك. عطينو 136000 ريال 6900 درهم. اللهم بارك هانتوما اللهم بارك. يا مع الوالد تولوا معنا متابعين الكرام. السن شنو باقات له؟ الله يجيبكم فيه، الله يجيبكم فيه. الله يهديك يا عطيني درهم. اللهم بارك. عطيني 110 راس السوق. اللهم بارك. اليوم السوق الاربعاء راس السوق. اللهم بارك. تولعوا معنا متابعين الكرام فهاد الخير هذا. اللهم بارك. عاطين 5500 درهم 110000 خير هذا. اللهم بارك. عاطين فيه 5500 درهم 110. عاطين اللهم بارك. شحال فهاد الخير اخويا؟ ها؟ 91 4550 درهم. اللهم بارك اللهم بارك. السن كي داير السن؟ اللهم بارك. كواند مولانا حولي ملكي باش قطعوا خير ثمن 110 قطعوا 110 كيطلب 110 5500 درهم ولكن ثم اللهم بارك. السؤال ديال اسبانيا اللهم بارك. السؤال ديال الصغير اللهم بارك. كلهم معنا متابعين الكرام في الخير ديال اسبانيا كيطلب فيهم مولاهم 4500 درهم 90000 ريال وانتم تولوا معاهم 90 تيقول بارك خير ديال الصبليون. انتم تولوا معنا متابعين الكرام خير ديال الصبليون مولاهم قطعهم 4500 درهم. انتم اللهم بارك. ما جانيك وفين واحد محمد سلم عليك السؤال ديال الصبليون سلم عليك خالي وتم اللهم بارك ولا ملاح تبارك الله اللهم بارك. عطيني فهاد الخير هذا 4300 درهم 86000 ريال. عطيني اللهم بارك. مليح مليح وامي الحاج اللهم بارك. 16 بغيتي غير 10 نبيع لك 10 فهاد الخير هذا اللهم بارك. عطيني فيه 4300 درهم 86000 ريال. عطيني اللهم بارك مليح تبارك الله. اللي بغى شي حاجه التليفون 06 64 58 08. اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه عندو خفان بلا تبارك الله. ثم اللهم بارك هاد الخير هذا
سنان سنان الحليب انتم اللهم بارك. باقيين 4100 درهم 82000 ريال عقلي. اللهم بارك خلفان ملاح تبارك الله اللهم بارك سنان سنان الحليب عطينا 3200 درهم 64000 ريال عطينا اللهم بارك خير اللهم بارك عطينا 3700 درهم 74000 ريال عطينا 74000 ريال اللهم بارك ولا سي جموع عطينا 3500 درهم 70000 ريال كذا اللهم بارك عطينا 3250 درهم 65000 ريال عطينا 65000 ريال اللهم بارك اللهم بارك سنة الحليب عطين فيهم 2400 درهم 48000 ريال انا ما كاين مشكل انا باش مره اخرى قال لك غادي باش نوقف عندي انا قلت لك الحمد لله حيدت عليا البدا حيدت عليا اللوم دابا انتم اللهم بارك الخير هذا اللهم بارك سنة الحليب الخير هذا اللهم بارك عطينو 2950 درهم عطينو 59000 ريال عطينو اللهم بارك وسن سن الحليب الخير هذا اللهم بارك 2850 درهم عطينو انتم اللهم بارك اللهم بارك خرفان ملاح تبارك الله اللهم بارك سنان سنان الحليب عطينو 3200 درهم 64000 ريال عطينا اللهم بارك كذا اللهم بارك كل جبلة 2750 درهم 55000 ريال عطينا اللهم بارك كذا السنة الحليب 2400 درهم 48000 ريال عطينا اللهم بارك 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 خرافات ملاح تبارك الله اللهم بارك عطين فيهم اللهم بارك 2125 درهم 42500 عطين 42000 بارك تخيل اللهم بارك جملة عطين اللهم بارك 42200 درهم هذه عطينا 44200 درهم
الفلاح تبارك الله اللهم بارك. عطينو 1950 درهم 36 عطينو هاد الجوج هادو اللهم بارك. السلسله الحليب وكذا اللهم بارك. عطينو جمله 300 درهم 42 تبارك اللهم بارك. عطيتكم 1250 درهم 25 ريال عطينو اللهم بارك. ثم اللهم بارك. طوف اللهم بارك. عطيت فيها 1600 درهم 32 ريال عطيت فيها. ثم اللهم بارك. خلفات احسن اصلا الحليب داهم 1475 درهم 29500 باش خداهم. هادي مزيانه حتى هادي غير كاين اللي كيبغي السرديه كاين اللي كيبغي 32 درهم جمله ثم اللهم بارك. عجيب تبارك الله اللهم بارك. كي دايره السن جموع عندها جوج خرفان لا اللهم بارك الاول والثاني عطيه 8100 درهم عطيه 162 الف ريال عطيه اللهم بارك. وما بقاش بزاف كيطلب فيها 164 فيها 8200 درهم ثم اللهم بارك. السين هذا معروف تبارك الله ديما الجديد والمليح في النعجه كي دايره في السن شنو رباعيه سلاسيه جا مجموع مزيان ثم اللهم بارك. شحال عندها من الخروف شحال عندها من الخروف؟ 17 ديال الذكر 17 الذكر اللهم بارك و 13 ديال الخروفه 13 ديال الخروفه وجوج دار وجوج دار وهاد الخير هذا شحال عطاو فيها الحبيب؟ خويا 76 كيحيدوا جوج دار 3800 درهم عطينو جمله هانتوما اللهم بارك. تولعوا ها الخرفان جلابه هانتوما اللهم بارك. هانتوما اللهم بارك. الرقم التليفون ديالك الحبيب تولعوا معنا تولعوا معنا تبارك الله. النمرة ديالك سير هاي 06 28 34 اللي بغى شي حاجه يتواصل مع الاخ يكون المعقول الخوت راه فين ما كنتو نوصلوا لكم عطيتكم اللهم بارك المليح تبارك الله معروف بالنعجه ديال النعجه ديال البروج ديال البروج بحال دابا ديال ولدها ودارها ها هذا ولدها ودارها عليه. كي داير السوق الحبيب كي داير السوق؟ مزيان اخويا الله يرزقك التيسير اخويا امين الله يحفظك. نعجه ميريلوس نعجه جزائريه تبيعها عاطين 2200 درهم 44 ألف ريال عاطين ميريلوس هانتوما الخير هذا اللهم بارك. شنو الماركة دابا هذا؟ هذا خويا لاروي 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 هذا السلالة ديال لاروي. السن كيداير؟ سداس سداس داخل في الجموع الأول داخل في الجموع الأول هذا ثقيل عليه مليح اللهم بارك. شحال قلتي الحبيب عاطيك في هذا؟ خويا انا قطعته ب 6000 درهم عطوني 4000 هي اللي كاينه عطوني 4000 درهم قطعوا ب 6000 درهم انتم جديد مالك اللهم بارك. انتم عندي ولادو وهذا الخير هذا اللي بغينا عاطينو 2600 درهم 52000 اللي عاطينو اللهم بارك. واشنو جواب؟ الخير هذا اللهم بارك 2150 درهم ثم اللهم بارك. الخير هذا عطيه فيه 1950 درهم عطيه 39 الف ريال عطيه ثم اللهم بارك. جديان ملاح تبارك الله اللهم بارك فيهم سنة الحليب وفيهم الثنايا عطينو 1900 درهم جملة 38 الف ريال عطينو جملة انتم تولعوا معنا متابعينا الكرام. عطينو 1900 درهم 38 الف ريال حاول قربكم جميع الجوانب
درهم و45 الكيلو درهم طحونه تكون خضرا شويه دابا مزيانه للعلف هذه حليب حليب والعلف هانتوما الله مبارك هذا الثمن ديال الصوفاج 65 درهم البالة 65 البالة وهذا صوفاج 50 درهم الثمن ديال الفارينة جديد ثمانية وثلاثين درهم ونص.